لما بيوصل الدرايف بفول هون بصير عنا قريب ل 15 جيجا، ببطل لا يستقبل ولا يشتغل الكلاس روم. شو بدنا نعمل؟ بدنا نفوت بالأول على هيدي ستورج، ببين عنا بقلب الدرايف شو اللي اخد اكتر شي حجم. مثلا هون عندي هذا الفيديو 18 ميجا، اوقات بيكون 180 200 300، اذا مش عايزه بشيله اذا موجود عندي بمطرح تاني، او بعمل له كومبريس بصغره برجع بحطه، او لقي طريقة حتى خفف احجام الفيديوهات. فاكبر فيديو عندي انا 18 ميجا، مش عايزه بشيله بعمل له ريموف. اوكي، هيدي ريموف. هلا بعد ما راح من الدرايف وين صار؟ هلا صار بالبن هون، بعده اخد 18 ميجا من الدرايف، فاذا ما بدي اياه بشيله، اذا بدي شيء هون كلهم اللي عملهم ديليت بعمل امتي بن. انا هلا ما حشيله، طيب هعمل له ريستور انه بيرجع مطرح ما كان. شغلة تانية، بكبس على باي ستورج، بروح على أول شي هوم فوق، في عندي get your space back. اوكي، بعمل free up the storage. هون بفوت على ثلاث مطارح، بال large item في عندي أنا 1.2 جيجابايت، هودي large items من أصل 1.5، يعني أنا كل الأشياء اللي عندي صغيرة، بس انتو اكيد حيكون عندكم اكتر. هون بفوت على الجيميل، بشوف اي ايميلات فيها كتير حجم تمام فينا ننظفها ونمحيها. بفوت على الدرايف، بنقيلي الاشياء اللي فيها حجم كبير كمان فيني نصغرهم او محيهم. وهون بفوت على الصور الفوتو، كمان بشوف مين اللارج فاير وكمان فيني فوت ومحيهم. هون بس محي من هون خلص بيتمحوا على طول، يعني ما بيروحوا على البن. وهيك، وحاولوا انتو الفيديوهات الكبيرة بعتوها على اليوتيوب او صغروا لحجمها حتى ما تاخد كتير مطرح.